أهلا بكم في مال وأعمال، معكم كريم حاتم. نستضيف اليوم الدكتور ضياء حلمي، أمين الغرفة التجارية المصرية الصينية، وذلك للحديث عن مكاسب مصر من الانضمام لمجموعة بريكس. ولكن البداية بالأخبار. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام للعضوية اعتبارا من يناير 2024. وعبر الرئيس السيسي في بيان عن الاعتزاز بثقة دول التجمع كافة التي تربط مصر بها جميعا علاقات وثيقة، معربا عن التطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة القادمة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتجمع بريكس لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهها، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية. هذا ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم في جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة 15 لتجمع بريكس بجنوب إفريقيا، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء اليوم كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى، ومن المنتظر أن يشارك بمداخلات في بعض الجلسات الأخرى إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الشركات. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا على الهواء مباشرة من جوهانسبرغ مفادة إكسترا نيوز إنجي طاهر. أهلا بك إنجي، وآخر المستجدات حتى هذه اللحظة. أهلا كريم. طبعا اليوم هو اليوم المنتظر منذ بداية هذه القمة، يوم الإعلان عن الدول التي ستنضم إلى البريكس، وهذه كانت المفاجأة التي بدأ بها اليوم الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، عوضا عن إعلان هذا في نهاية اليوم كما هو متعارف عليه يعني في مثل هذه المحافل الدولية. كان منذ قليل هناك مؤتمر صحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. طبعا اليوم هو العنوان العريض له هو مناقشة صيغة بريكس بلس، مناقشة انضمام الدول التي ترغب في الانضمام للبريكس. اليوم كله مخصص لهذا الملف فقط لا غير. الأيام السابقة كان هناك ملفات أخرى، طبعا توسيع التبادل بالعملات المحلية، التنمية المستدامة، التحول الأخضر، ولكن اليوم منذ بدايته وحتى نهايته سيكون مخصص لهذه النقطة تحديدا. طبعا اليوم يشهد مداخلات من قبل القادة، من قبل المسؤولين الحاضرين، من قبل الممثلين عن الوفود الحاضرة لهذه القمة، ولكن الترقب هو سيد الموقف للبيان الختامي الذي من المنتظر أن يأتي في المؤتمر الصحفي للرئيس جنوب أفريقي في ختام المباحثات مع القادة، خاصة وأنه كريم العديد من الاجتماعات كانت اجتماعات مختلفة بين القادة. وطبعا نحن نعلم أنه هناك تباين في وجهة النظر بين الدول الأعضاء في البريكس تجاه مسألة بريكس بلس ومسألة توسيع مظلة البريكس وضم دول جديدة. وطبعا الاختلاف في وجهة النظر في بعض التفاصيل البسيطة فيما يتعلق بشكل العملية، كيف ستسير، هل هامش الزمني، المعايير. وطبعا يعني نحن نعلم أنه الاعتبارات السياسية طبعا تلعب دورا بشكل أو بآخر، ولكن النقطة التي أكد عليها كل القادة هي أنه التوسع قادم لا محالة. سنتوصل إلى أرضية مشتركة، سنتوصل إلى أرضية مشتركة، ليس هناك حل بديل، هم عازمون على ذلك. نعم إنجي، يعني ربما ونحن نتابع معا خلال الثلاثة أيام الماضية فعاليات هذه القمة المهمة، نتابع كلمات ونتابع المفهوم وهو البريكس بلس. ما الذي يعني هذا المفهوم بالنسبة للحضور في هذا الوقت في ثالث يوم وبعد يعني الانتهاء ربما من هذه القمة في آخر اليوم؟ ما الذي سيعنيه وما توابع ذلك؟ وكما أشرت بأن هناك توسع لا محالة قادم، ماذا يعني وماذا يحمل هذا التوسع؟ كريم، مبدأ أو لفظ بريكس بلس
حتى من حيث المبدأ تم الحديث عنه في قمة بريكس في الصين عام 2017، والتي كانت بالمناسبة مصر مدعوة إليها رغم أنها لم تكن عضوة في البريكس آنذاك، وطبعا هذا يعتبر مؤشر هام. وطبعا مصر تمت دعوتها متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة أخرى كانت عبر الفيديو كونفرنس في 2022، ولكن بريكس بلس من حيث المبدأ تم تقديمه في هذه القمة في الصين عام 2017، وكانت هذه المسألة هي قيد جدل كبير حتى الآن ما زالت، لأن هناك حتى أعضاء داخل البريكس لا يتحمسون إلى التوسع السريع، وذلك طبعا نتيجة للظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم. طبعا هذا التوسع يترتب عليه اعتبارات سياسية، طبعا هناك اختلافات في السياسات الخارجية للدول الأعضاء في البريكس، هناك دول ترى ضرورة التسريع من وتيرة هذا التوسع، هناك دول ترى أنه يجب أن نتريث حتى لا نصطدم بالقوى الغربية. يعني هذه هي النقطة التي تعتبر التحدي الأكبر أمام البريكس في بحث طلبات الانضمام. ولكن مسألة البريكس بلس هذه الصيغة تأتي أهميتها من منبع أنه تم تجربة هذا الموضوع في تكتلات إقليمية أخرى مثل آسيان بلس، وتمت إثبات نجاح هذه الصيغة في بعض التكتلات الأخرى مثل آسيان بلس. ولكن النقطة الأكثر خطورة التي يترقبها كل من يتابع هذه القمة هي مبدأ الدمج بين التكتلات الإقليمية. هذا المبدأ الذي كان بالفعل موجود في بعض الأمثلة، يعني دعني أذكر بعض الأمثلة لك كريم، لإدماج تجمعات إقليمية بأكملها في مجموعة مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رابطة تعاون جنوب آسيا، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، الجنوب أفريقي، طبعا نتحدث عن الميركوسور، يعني مثل هذه العمليات لدمج التكتلات الإقليمية تكون غاية في الأهمية بالنسبة للمجموعات الاقتصادية الكبرى مثل بريكس. والبعض يتوقع أن البريكس تمشي على هذه الخطة، أن البريكس تضع مثل هذه النقاط تحديدا على ربما خطتها متوسطة أو حتى بعيدة المدى. في هذه الحالة ستكون البريكس قوتها مضاعفة، وتأثيرات كل هذه الخطوات ستكون أسرع بكثير مما يتوقع الاقتصاديون. هذا فيما يتعلق بمبدأ البريكس بلس كريم. نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا مفادة إكسترا نيوز من مدينة جوهانسبرغ إنجي طاهر على هذه الرسالة وعلى رسالتك على مدار 3 أيام ومجهودك ومتابعتك الدقيقة خلال هذه القمة. شكرا جزيلا لك إنجي. هذا على مدار 3 أيام استضافت مدينة جوهانسبرغ قمة البريكس، واتخذت دول مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا توصيات عدة أو قرارات هامة، منها دعوة مصر لعضوية دائمة في البريكس، وذلك اعتبارا من يناير 2024، بجانب كل من المملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات.
لمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فندم، مساء الخير. يعني أولا كيف رأيت هذه الدعوة، دعوة بريكس لمصر بأن تكون عضو دائم مطلع العام القادم؟ هو بكل تأكيد فخر دايما لمصر أن يكون اختيارها اليوم مع 6 دول أو 5 دول أشقاء آخرين في تجمع البريكس شيء في غاية الأهمية. النهاردة موافقة المجموعة الدول 5 الأساسيين في مجموعة البريكس لضم مصر والأرجنتين والسعودية والإمارات وأثيوبيا وطبعا إيران، هذا أمر في غاية الأهمية. اختيارهم وفق معايير على أسس أن معدل النمو والزيادة والتحسن في القدرات الاقتصادية لهذه الدول من أفضل مجموعة من تم اختيارهم من أكثر من 40 دولة تقريبا تقدموا لهذه يعني العضوية في مجموعة بريكس. الأمر الآخر طبعا في كثير من العلاقات الاستراتيجية والسياسية يعني والتواصل الكبير جدا في التبادل التجاري ما بين مجموعة الدول البريكس وأيضا 6 دول اللي تم اختيارهم وبالأخص مصر. نظرا طبعا لمصر لها ثقل كبير جدا خلال الفترة الماضية في تحسين القدرات الاقتصادية سواء على المستوى الداخلي، يعني مصر حسنت البنية التحتية والأوضاع الاقتصادية تتناسب مع مجموعة البريكس، أو إن هي لها من العلاقات مثلا في منطقة التجارة الحرة الإفريقية وأيضا مع الدول الكبرى زي الصين وروسيا والهند. فضل يعني أوجه الاستفادة التي تعود على مصر من الانضمام إلى هذا التكتل المهم في الفترة القادمة إن كانت على المدى القريب أو حتى المدى البعيد؟ خلينا نقول في استفادة يعني كبيرة جدا من انضم مصر لمجموعة البريكس، أهمها زيادة المشروعات يعني الكبرى داخل مصر. نعلم جيدا أن في علاقات وطيدة ما بين مصر والصين، مصر والهند، مصر وروسيا وأيضا العديد من الدول سواء داخل البريكس أم خارجها من الذين تم ضمهم. هيكون في مردود كبير خلال السنوات القادمة، أولها طبعا العلاقات الاستراتيجية دي بترسخ لمشروعات كبرى للاستفادة منها زي مشروع الضبعة مثلا، مشروع طريق الحرير مع الصين، ممكن مشروع كبير إن شاء الله ده اللي تتبناه المجموعة هو التبادل بالعملات التجارية ما بينه وما بين بعض، فده يخفف آلام الدولار على الموازنة الخاصة بمصر. إن إحنا بنشوف النهاردة كمان استفادة بأن يكون في اتفاقية للحبوب ما بين مصر وما بين روسيا أو الصين أو الهند. هذه الأمور كلها بتكون لها مردود على المدى الطويل، وعلى المدى القريب خلينا يعني نستفيد من الخبرات الكبرى بإنهاء صراعات سياسية لتزويد في دخول الاتفاقيات لتحسن القدرات الاقتصادية المصرية. نعم. أخيرا دكتور، يعني على الجانب الآخر كيف تضيف هذه الدول المنضمة حديثا إلى البريكس، لأنه بالتأكيد البريكس أيضا يسعى إلى يعني تحسين الوضع والعلاقات الاقتصادية مع الدول إن كانت في القارة الإفريقية أو حتى في الشرق الأوسط؟ خلينا نقول القارة الإفريقية أصبحت هي يعني جوهرة التاج للعالم كله. النهاردة كله بيبحث إزاي يخش في القارة السمراء نظرا للثروات الطبيعية المهولة داخل القارة الإفريقية، أيضا للقدرة البشرية المهولة. أيضا خلاف الفترة الماضية شاهدنا الكثير من أن يعني يكون في تكالب على دخول القارة الإفريقية من كثير من الدول سواء الأمريكية أو الأوروبية أو حتى الأسيوية. ده النهاردة بيكون لي مردود أن بيكون في تشابك في العلاقات التجارية المصرية الأفريقية والأفريقية الأفريقية، وهذا الأمر بيكون لي مردود اقتصادي. تعلم حضرتك جيدا أن أكبر مثل وأقرب مثل سد تنزانيا اللي بتبنيه مصر. مصر بتمهد أن يكون لها من العلاقات التجارية بمد خطوط وسكك حديدية مع أقصى الجنوب، فممكن يكون في استفادة النهاردة من دخول الصين مثلا أو روسيا أو الهند في مد شبكة الطرق ما بين مصر وأثيوبيا وجنوب أفريقيا أو حتى عن طريق المواني. وأيضا كمان هذا الأمر بيمثل يعني استفادة كبيرة بنقل التكنولوجيا، ممكن يكون في استفادة من يعني زيادة من التسهيلات الائتمانية المالية في المشروعات في القارة الإفريقية سواء لمصر أو للدول الأخرى. خلينا نقول تم إنجاز ضخم كبير، تحدي أمام يعني المجموعة النهاردة البريكس والدول الذين انضموا لظهورهم أمام العالم أمام التحدي الكبير وهيمنة الدولار خلال الفترة
الماضية والقادمة. هذا نجاح الحمد لله مصر اجتازته. نعم، الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وأيضا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف المهندس كريم إسماعيل الخبير الصناعي. أهلا بك باشمهندس. أهلا بك يا أستاذ كريم. يعني في البداية، كيف ترى انضمام مصر لمجموعة أو تكتل البريكس، وكيف يؤثر ذلك على قطاع الصناعة؟ في البداية ده انتصار للسياسة الخارجية المصرية بشكل كبير، وده حظ للتحركات الكبيرة اللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحركها وكان بتوجه فيها بشكل كبير من لمصر، والتعاون والعلاقات الجيدة جدا مع دول مجموعة البريكس ودول أخرى في العالم كله، علاقات جيدة جدا ما بين مصر وما بين العالم، وده انتصار أنا شايفه انتصار وبهني مصر بيه، انتصار للسياسة الخارجية لمصر. الكلام ده هيفرق مع مصر للسيطرة وتقليص هيمنة الدولار لمصر، توقيع اتفاقيات ما بين الدول الأعضاء والتبادل التجاري بالعملة المحلية في البداية، ده شكل مهم، ده هيأثر على الدولار وهيساعد بقيمة الجنيه بشكل أفضل، أو هيتماسك في السنوات الأخيرة بالضعف بتاعه. اتاحت الفرصة مع دول الأعضاء في حجم تبادل تجاري أكتر، يعني احنا عندنا تارجت مصر حطاه للصناعه ان احنا نعمل صادرات لاكثر من 100 مليار دولار، ودي مبادره موجوده احنا محتاجين، ده ممكن يساعد ليها بشكل مهم. تامين احتياجات مصر من السلع الاساسيه عن طريق دول المجموعه، ده برضو هيكون حاجه مهمه لمصر، وكمان بالعمله المحليه. الحصول على تمويلات واستثمارات من البنك التنميه التابع لمجموعه البريكس، ده برضو موضوع مهم جدا، بدل ما كان يبقى التوجه لصندوق النقد الدولي وبالعمله بعمله الدولار والفوائد اللي عماله امريكا والبنك الفيدرالي يرفعها كل شويه، ده عبء على الموازنه والميزانيه والعمله الصعبه والاحتياطي بشكل كبير. نعم، اذا تحدثنا يعني باشمهندس، اذا تحدثنا بالتحديد على قطاع الصناعه، يعني كيف ربما نستفيد او تستفيد مصر من هذا التكتل او الانضمام الى هذا التكتل، والعلاقات مع الدول الصناعية الكبرى في هذا التكتل؟ يعني نتحدث عن الصين، نتحدث عن الهند، هي دول عملاقة اقتصاديا وصناعيا، ما أوجه الاستفادة التي ربما تعود على مصر، خاصة إذا تحدثنا على قطاع الصناعة بالتحديد؟ لو اتكلمنا على الاستفادة اللي مصر ممكن تحصدها، احنا بنتكلم على الدول الأعضاء الخمسة قبل ما يكونوا 11 كمان، النهارده دول كان حوالي 40% من سكان العالم. الاولويه هتكون للاعضاء. لما بنتكلم عن الاتحاد الاوروبي مثلا على سبيل المثال، الاعضاء بتاعها في تبادل وفي حجم تجاره وحجم شغل ما بينهم، وفي اتفاقيات كبيره جدا للتعاون ومع بعض. فلما النهارده تخش لي نوصل النهارده لنص ل 50% من سكان العالم، انت ضمن المجموعه دي، اكيد ده هيزود الصناعه بشكل كبير. النهارده مصر في السبع ثمان سنوات الاخيره كان في التوجه لتوطين الصناعه والصناعه المحليه، وان احنا عندنا صناعات ونقلل وارداتنا بشكل كبير، فبالتالي ده هيحصل تبادل مع الدول دي، وهي دول كبرى زي ما حضرتك تفضلت بتتكلم عن الصين وعن الهند وعن البرازيل وعن جنوب افريقيا وعن الارجنتين، وكمان عندنا السعوديه والامارات دخلت ودول ثانيه والارجنتين دخلت. فانت بتتكلم النهارده نص سكان العالم، اكيد هيبقى التبادل التجاري اقوى لاحتياجاتنا وصادراتنا. انا اكلمك على الصناعه، الصناعه كانت محتاجه الدخول في تجمع ضخم مهم زي ده لزياده صادراتنا بشكل كبير. احنا النهارده لازم نزود صادراتنا، لازم نعظم الانتاج المحلي بتاعنا علشان نقدر نبقى بنواكب العصر بشكل كبير. النهارده الصين اللي هي قوه عظمى سياسيا واقتصاديا وامنيا وكل شيء، هي اكبر دوله مصدره لمصر. لما تكون الصين واحنا نقدر نحصل عمليه تبادل تجاري ما بيننا وما بينها بحجم كبير، اكيد ده هيبقى فيه استفاده للصناعه المصريه، وهيكون استفاده للصادرات المصريه واستفاده للجنيه المصري في البدايه. كمان عندنا دول عظمى زي الهند، دوله كبيره جدا ودوله صناعيه او اخرى، هيحصل فيه تبادل صناعي وتبادل خبرات، العالم كله بينتظر الهند، وعندها امكانيات كبيره جدا في التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والطاقه الشمسيه والذكاء الاصطناعي، احنا محتاجين ده ومحتاجين التعاون ما بين كبير.
اكيد هيبقى في استفاده الاصطناعه المصريه من التطور اللي موجود عند الدول الاصطناعيه الكبرى. روسيا احنا عندنا تعاون ما بينها وما بيننا بشكل في الطاقه وفي وفي اتفاقيات حبوب وفي اتفاقيات كبيره جدا اكيد هتفرق معانا ومع الصناعة المصرية بشكل كبير. نعم، أخيرا باشمهندس كريم، يعني بنك التنمية الجديد، يعني دور هذا البنك في إتاحة الفرص، إتاحة يعني كان أعلن عن تقديم القروض للبرازيل وجنوب إفريقيا على سبيل المثال، دور هذا البنك في تمويل المشروعات، في مزيد من الاستثمارات، كيف ترى؟ خلينا نقول البنك ده أسس سنة 2014 وكان هدفه تمويل مشروعات البنية التحتية والاقتصادية في الدول الناشئة. فالبنك ده كان رأس ماله أعتقد 100 مليار دولار، أعطى قروض حوالي 33 مليار دولار أمريكي، كان هدفه 96 مشروع في الدول الأعضاء الخمسة الأول منذ تأسيسه، وذلك وفقا لموقع الرسمي اللي أسسته مجموعة البريكس. فبالتالي مصر لما تخش الدول دي ومصر متقدمة، أنا عايز أبص للموضوع ده من اتجاه آخر. مصر متقدمة النهاردة في إنشاء البنية التحتية، مصر قدمت نموذج للعالم في إنشاء البنية التحتية بمستوى رفيع المستوى وفترة زمنية قليلة، وطبقنا النموذج ده على مصر وبدأنا ننطلق للعالم وبالأخص الجزء الإفريقي اللي احنا بنعيش جواه، زي تنزانيا النهاردة مصر بتعمل فيها سد، زي دول أخرى مصر بتعمل فيها مطارات ومواني وطرق. اعتقد على المنظور المهم اللي انا عايز اوضح ليه يا استاذ كريم النهارده، ان القروض النهارده لما تدي الدوله من الدول الاعضاء او دول الناشئه، حتى لو مجموعه البريكس بلس او ادت النهارده قروض لدول في افريقيا للبنيه التحتيه، ان الغرض الاساسي من انشاء البنك كان كده. الاولى لمصر انها بالشركات المقاولات العملاقه والكبرى تنشا هذه البنيه التحتيه. فدول الاعضاء النهارده هي تدي القرض، وكمان عندها دوله من الدول المهمه وهي مصر، ولازم نركز على ده. التصدير ما بقاش سلع بس، النهارده التصدير بقى تصدير معلوماتي، بقى تصدير سياحي، بقى تصدير تكنولوجيا، بقى تصدير النهارده شركات مقاولات عملاقه كبرى تبني البنيه التحتيه في القاره الافريقيه وفي المنطقه العربيه. ده موضوع مهم جدا ومحتاجين نسلط الضوء عليه بشكل مهم، لان مصر قادره وعندها الامكانيات والعقول والشباب، 60% من مصر شباب، بنقدر نبني ونقدر نعمر في الدول الأعضاء أو القارة الأفريقية والمنطقة العربية بشكل عام. نعم، المهندس كريم إسماعيل الخبير الصناعي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين. وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلا عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية. بعد الفاصل لقاء مع الدكتور ضياء حلمي أمين الغرفة التجارية المصرية الصينية للحديث عن مكاسب مصر من الانضمام لعضوية مجموعة دول البريكس، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في مال وأعمال.
قررت مجموعة البريكس زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، ما يحول المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي. اتفاق واسع بين دول مجموعة بريكس التي تعقد قمتها في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا على توسيع صفوف التكتل الاقتصادي وقبول عضوية دول أخرى في المجموعة. جنوب أفريقيا الدولة المضيفة لفعاليات القمة 15 أعلنت أن مجموعة بريكس اعتمدت وثيقة تحدد الأدلة الاسترشادية والمبادئ الخاصة بتوسيع المجموعة في مؤشر على اتجاه التكتل إلى الاتفاق على هذه النقطة الخلافية. وجاء هذا التأكيد عقب إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده تؤيد زيادة عضوية تجمع بريكس، وذلك بعدما أثيرت تساؤلات حول موقف نيودلهي من قبول فكرة توسيع المجموعة أو رفضها. في 20 سنة الأخيرة كانت هامة بالنسبة لأسرة بريكس، لقد شكلنا بنك التنمية الجديد الذي يلعب دورا هاما في تطور دول الجنوب، وعبر تشكيل العملة الافتراضية يمكن أن نصنع أساسا للعلاقات بين بلداننا. ويمهد الاتفاق الذي أعلنت عنه بريتوريا بشأن آليات توسع الطريق أمام عشرات الدول المهتمة بالانضمام إلى المجموعة لتقديم مسوغات لعضويتها في بريكس التي تعهدت بأن تكون قائدة تطوير جنوب العالم. وبحسب مسؤولين في جنوب أفريقيا فإن أكثر من 40 دولة عبرت عن اهتمامها بالانضمام إلى بريكس، تقدمت أكثر من نصفها بطلب رسمي بالفعل من أجل الانضمام إلى صفوف التكتل. وتصدر توسيع التكتل جدول أعمال القمة المنعقدة في جوهانسبرغ العاصمة التجارية لجنوب أفريقيا، وحظي هذا المقترح بدعم كل الدول الأعضاء لتنفيذه، إلا أن هناك انقسامات سادت بين زعماء دول المجموعة حول مدى وسرعة إتمام عملية توسيع مجموعة بريكس. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور ضياء حلمي أمين الغرفة التجارية المصرية الصينية. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. يمكن احنا منذ بداية اليوم واحنا بنحلل وبنتابع هذا الخبر انضمام مصر لتكتل البريكس، ولكن أنا عايز أسأل حضرتك سؤال بلسان المواطن، ليه ده مهم انضمام مصر لهذا التكتل، ومصر إزاي تستفيد منه؟ هو الحقيقة مجموعة البريكس منذ أن تم تأسيسها وهي مجموعة تعني بالاقتصاد وتعني بالتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، وكما نعلم هي بدأت ب5 دول. إذا جينا للمواطن أو غير المتخصص حتى وحبينا نقول له كيف يمكن الاستفادة، هو الموضوع متخصص ولكن سنحاول تبسيطه قدر الإمكان في أن تعاون الاقتصاد المصري مع اقتصادات دول المجموعة وانضمام مصر مع 5 دول أخرى ستبقى دول مجموعة البريكس 11 دولة، وهي دول قوية. يعني حينما نضع الصين ونضع روسيا ونضع الاقتصاد الهندي والبرازيلي اقتصادات قوية، حتى جنوب أفريقيا أيضا، وبالتالي انضم أيضا الإمارات الشقيقة والسعودية الشقيقة، إيران، أثيوبيا، الأرجنتين. كل هذا زي ما قال النهاردة الصبح الرئيس شي جين بينج الرئيس الصيني أنه قرار تاريخي وأنه اجتماع تاريخي يجعل هناك زخما كبيرا في التعاون بين اقتصادات الدول المجموعة الأصلية والمجموعة التي تم ضمها، وبالتالي هذه التكتلات الاقتصادية لا تعمل ضد دولة معينة أو ضد أحد، ولكنها في النهاية ستصب في صالح اقتصاد كل دولة. وبالتالي التعاون الاقتصادي حينما يتسع، هناك قول اقتصادي نقدر أيضا نبسطه بأن كلما زادت المساحة الجغرافية للدول التي تتعاون
كلما زاد عدد السكان للدول التي تتعاون إذن هناك ثروات مختلفة، هناك فرص كبيرة لتقدم الاقتصاد المصري، فرص كبيرة للتنمية. وهناك بقى موضوع أكثر أهمية للمتخصصين، أن مجموعة البريكس لم يعد سرا. أنا يعني هناك دراسة قديمة عن عالم متعدد الأقطاب والموعد قريب. لا. هذه الدراسة تقول أن العالم أحادي القطب سيعاني أيا كان هذا القطب، طالما أحادي القطب، ولكن عالم متعدد الأقطاب متعدد المراكز هذا أمر جيد. يتحدثون كثيرا بشكل أكثر تفصيلا عن عملة جديدة، عن تعامل جزئي على الأقل مبدئيا بالعملات الوطنية. كل هذا يخفف الضغط على أن تكون هناك عملة احتياط عالمية واحدة، لأن هذا لابد وأن نجني ثماره سيئا أنها عملة واحدة ولا وجود أي طريق آخر. ولكن الآن هذه مصالح للدول ومصالح مشروعة وليست ضد أحد، ولكن الآن بهذا التجمع سيكون هناك تبادل جزئي بعملات وطنية في زمن ما في وقت ما، سيكون هناك أيضا تبادل سلع. نظام المقايضة القديم بدأ يظهر، أن تعطيني السلعة وأعطيك سلعة مقابلة دون اللجوء إلى التعاملات المالية أصلا، ده هيتسع. طب ليه كل ده ظهر؟ من الظروف الاقتصادية السيئة، التحديات الاقتصادية الضخمة، سيطرة وهيمنة الدولار كعملة احتياطية على تأثيرها السلبي على العالم. وفيه بقى جزء تاني وهو استخدام العملة كوسيلة عقاب، جعل هذه الدول الصين وروسيا تقوله لا، عقوبات أحادية وده مش وسيلة عقاب، ظروف اقتصادية غير عادلة. يتحدثون في البريكس، ده اجتماع تاريخي فعلا، هو تاريخي لأنه قد تكون أسست لمثل هذا اليوم، اليوم الذي تكون فيه حرية اقتصادية للتجارة العالمية، تكون فيه تبادل تجاري عادل للتجارة العالمية، نظام مالي جديد عادل كما دعا فلاديمير بوتين في كلمته عبر الكونفرنس، وقال لابد أن يكون هناك نظام مالي جديد عادل. نعم. أكثر عدل. موضوع أو لفظ متعدد الأقطاب ربما يعني ظهر في كلمات الكثير من رؤساء الدول، يعني أنا أذكر كده يعني أنه بوتين تحدث عنها طبعا، أيضا رئيس جنوب إفريقيا سيرل رامافوزا برضو تحدث عنها، الرئيس الصيني، وحضرتك ذكرت دلوقتي أنه هذه المسألة هي اللي بتسعى إليه مجموعة البريكس أو بتتحدث عنه المجموعة في هذا الزمن اللي بيهيمن الدولار على الوضع المالي في العالم. ولكن على الجانب الآخر هناك الدول الغربية، وإذا تحدثنا الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بتسيطر بالدولار، بالتأكيد رد الفعل هيكون يعني مختلف، هيكون في رد فعل ليه. احنا بنشوف حتى يعني بنرى وبنتابع التحليلات بأن الدول الغربية بتترقب هذا الاجتماع وبتترقب طبعا. هذه القمة، رأي حضرتك طب احنا رايحين لفين بقى؟ هو الحقيقة هنا لازم أركز مع حضرتك على نقطتين مهمين قوي. أي محلل اقتصادي أو محلل سياسي، والاقتصاد والسياسة زي ما حضرتك عارف وجهان لعملة واحدة، يعني لا يمكن التنصل من عملة. يعني حينما قمنا بتأسيس وأنا كنت المؤسس لغرفة التجارة المصرية الصينية تبع وزارة التضامن الاجتماعي، حينما قمنا بهذا تحيزا لمصر وليس لدولة بعينها، احنا يهمنا مصالح بلدنا. فاحنا شايفين ان بلدنا حينما تتوجه بشكل مرن الى اقتصادات مختلفة هذا يفيد. هنا عايز ارصد نقطة مهمة للغاية، ان مصطلح عالم متعدد الأقطاب لم يظهر إعلاميا أو على العلن إلا عام 2023. تحدثت الصين عن عالم متعدد المراكز، الرئيس شي جين بينغ جه 2013 وتحدث عن المصير المشترك، المستقبل المشترك 2018، قدم مبادرة الحزام والطريق 2013، كلها أشياء عامة، وتحدث عن عالم أكثر عدلا، لكن لم يظهر المصطلح بهذا الوضوح المباشر عالم متعدد الأقطاب، ولا حتى فلاديمير بوتين قاله غير في فبراير 2023 لأول مرة، وتشي جين بينج قاله في مايو 2023 لأول مرة، غير بقى متعدد المراكز. ودي السياسة، التدرج لحد ما أقول لك التعبير المباشر وانتقاء الوقت المناسب. طبعا هناك شعور أمريكي بأنه تهديد،
وبالتالي الولايات المتحدة لا تريد أن تقف ساكنة، ولكن هذا أمر طبيعي، تحديات تواجه متاعب ترد عليها، لكن الطريق سيمضي. طيب، وخطوة اليوم مهمة جدا. طيب أنا هستأذن حضرتك، هنطلع لفاصل قصير ثم نعود من بعدي مع دكتور ضياء حلمي أمين الغرفة التجارية المصرية الصينية بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد في مال وأعمال، ولازلنا نتحدث عن دعوة انضمام مصر لتكتل البريكس والتي ستكون من بدءا من يناير 2024، ولازلنا مع دكتور ضياء حلمي أمين الغرفة التجارية المصرية الصينية. برحب بحضرتك مرة تانية دكتور، وكنا بنتحدث عن ترقب الغرب للقمة وردود الأفعال، و ده دليل على أهمية هذه القمة. رأي حضرتك، طيب دلوقتي هناك انضمام لست دول جدد في تكتل البريكس، إزاي بترى هذا التوسع؟ ما من المفترض أو من المنتظر أنه هو سيكون عليه العام القادم أو العام حتى بعد القادم في أو على مستوى الاقتصاد لمجموعة دول البريكس بلس دلوقتي أو على المستوى العالمي؟ هو الحقيقة لا تقوم الدول في السياسة بالاستئذان لحجز مقاعدها في التنمية والنمو، وهذا ما فعلته الصين على سبيل المثال. حينما بدأت دولة فقيرة وخرجوا 900 مليون مواطن من تحت خط الفقر واستغرق الأمر أكثر من 40 سنة، هي لم تستأذن أحدا لتصبح الصين الكبيرة القوية تكنولوجيا. الهند أيضا فعلت هذا. إذن هو ردود أفعال أمريكا كما تتصور هي مصالحها والصين تتصور مصالحها بشكل مختلف، سيكون حالات من الشد والجذب، ولكن الأمر الواقع حدث بالفعل أن هناك مجموعة للبريكس كانت تمثل 40% من سكان الكرة الأرضية، وهذا رقم كبير وضخم، أي أن المجموعة تستطيع أن تتعاون معا. وعندنا منظمة شنغاي للتنمية، وعندنا منظمات أخرى والأوراسي، وتجمعات اقتصادية كبيرة. الآن الولايات المتحدة طبيعي تحاول أن تعيد الهيبة للدولار وتعيد له مكانته القوية. حتى دونالد ترامب وهو رئيس سابق للولايات المتحدة ومرشح جديد قال أن سياسات الولايات المتحدة الأمريكية مع إدارة بايدن هي أضرت بالدولار وأضرت بوجوده واقتصاده، وأنه لن يكون بهذا الاستمرار العملة عملة الاحتياط العالمية. لكن طبعا هيبقى عملية لعبة شطرنج وسرد وجذب، لكن أنا أتوقع أن الإيجابي في القادم العشر سنوات القادمة أكثر من السلبي، لسبب الاقتصاد الصيني قوي، الاقتصاد الهندي قوي، الاقتصاد الروسي أيضا ليس أقل قوة. إذن هذا التجمع مع إضافة دول بحجم السعودية، الإمارات، حتى إيران لا نستطيع أن نقول إلا أنه اقتصاد يتنامى وتحاول أيضا، مصر، الأرجنتين، إثيوبيا، هذا التكتل سيجعل هناك تبادل تجاري، تبادل توطين صناعة، ومصر تسعى إلى توطين الصناعة. الصين لديها تكنولوجيا رائعة في مجالات كثيرة جدا، والهند لديها في جزء من المجالات، روسيا لديها في جزء آخر. هناك حماس شديد للرئيس الصيني والرئيس الروسي والرئيس البرازيلي، كان حماسا كبيرا لدعوة مصر للانضمام. وهنا العبارات التي أتت على من برقية الرئيس السيسي في بيان صباح اليوم كانت في منتهى الحكمة ومباشرة. ثمن سيادة الرئيس السيسي هذا الانضمام وقال أنه يتطلع لأن نعمل مع البريكس، تعبيرات حكيمة هادئة، وإن إحنا نريد إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية، لأنه حق مشروع للدول أن تعيش، ده من حقوق الإنسان أن أنت تعيش ويبقى عندك خدمات صحية وعندك صناعة وزراعة وتجارة جيدة. متوقع أنه بهذا الاتساع اقتربنا من 50% من سكان الكرة الأرضية في 11 دولة، لأن فيهم 3 دول عدد تعداد السكان ضخم للغاية، الهند والصين يكفي، ومعهم روسيا. إذن
أنت الآن تقترب من 48% من سكان الكرة الأرضية وتستطيع تبادل تجاري وصناعي. نعم. وهذا سيعود أيضا بالنفع على أن يعي المواطن المصري زي ما حضرتك قلت في الأول أن عليه العمل بجدية والعمل بإخلاص، لأن مجموعة البريكس هي تريد أن نتعاون ولدينا فرص رائعة وعندنا مناخ استثماري يجب إن شاء الله أن احنا نستفيد منه، وهم ما ضموش مصر مجاملة. دي بقى نقطة مهمة، مجموعة البريكس هي أيضا مجموعة تبحث عن مصالحها. صحيح. فهي وجدت أن مصر فرصة جيدة. مصر دولة كبيرة، شاء من شاء وأبى من أبى. مصر دولة كبيرة وضخمة ومحورية وهمة على مستوى الشرق الأوسط، على مستوى العالم العربي، على مستوى أفريقيا وعلى المستوى الدولي. مصر لها شأن كبير. منظومة الحزام والطريق، هذه المبادرة التنموية التجارية الجيدة ولا يجب تسييسها، تهتم جدا بمحور قناة السويس وبقناة السويس كممر مائي هام جدا وتاريخي، وتم عملنا له أدد فالي وعظمنا منه. لدينا فرص حقيقية نعمل بجدية، ولدينا ظروف غير مواتية دوليا لن تحلها بمفردك، تكتلات اقتصادية حتى تواجه هذه الأزمات الضخمة. نعم. والمتوقع أن تزداد صعوبة خلال سنة سنتين، لكن إحنا دلوقتي نتعاون معا ونعمل معا بجدية وإخلاص. نعم. لنذهب إلى أماكن أفضل. أنا بشكرك شكر جزيل الدكتور ضياء حلمي أمين الغرفة التجارية المصرية الصينية، كنت معنا النهاردة في ملأ أعمال نورتيني. شكرا بحضرتك. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من مال وأعمال. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، كنت معكم كريم حاتم، إلى اللقاء.